الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بأن آيات تضبات إيا أفر لا آيات ثلاثة إيا كو سورة الأنبياء نبي الله إبراهيم بإنود بيسي نبي الله إبراهيم إيا اللون ركي بركي سنابه أكعين وهبنا له إبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة زيادة عليه وكل جعلنا صالحين وجعلناهم محنكية لي أنبياء آئمة هجاميين يهدونكه هجامية ذاتك كهنونية بأمرنا أنا أمرك وحي غير ووحينا إليه محن وحي نفعل الخيرات خيرات كإن إسلامية وإن قام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين واللوضة واذكر حصول لوضة النبي الله اللوض آتيناه وانسيني حكما فعل كقدم بيان والعراب كرا وآتينا لودا آتيناه اشتغال بالعين وآتينا وانسينا لودا لود وانسينا آتيناه حكما فهم وانسينا إيا حكمة إيا النبي النمو إيا وعلما علم ونجيناه وأن نبدقل من القرية قريدي التي قريدي كانت هي تعمل الخبائث وحهم تيسا ميسا إنهم إياه كانوا وحي أهاية قوم الصوء قلحهم بيأهاية فاسقين وفاسقين وادخلناه وانقلنا اللوط في رحمتنا الرحمة يضع النبي ما قدقنا إنه اللوط من الصالحين قوة صالحين تكمدها نبي الله اللوط بن هاران بن آزل إبراهيم بأدارها إبراهيم بالعراق قال الشهدر وذي تضبا مقاله السدوم مقاله ماذا حدتها ومدين أكتها كل بارق اللحاء يا الله دير النبي اللوط قدقين دبحهم بيأهاية لواتك وحل إلى استعمال جنة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وحدونك أقولي حتى حويانك سيدا ما يالو وكي الله صدري ملائكتي أفقن بيسي أليس منكم رجل رشيد رغفكم من مياه نشرين بركة وحل أفقن بي وحل أفقن بي تلود الله سيقو كبحي وضد كيف عصنا وكبحي يا اللي مقاله وكمذا يا اللي أفقن بي وما سند بحرمية كتاله المدينة كتاله هل مقالة لقد ذهب عزرا لجا عزرا ولود ومقالة دي مريه يساسيو كبحيين لود وماشي تغي مركي دمه وكود دمه يوين سيدا صلى الله قالي وين بركة الله كان نبت قاليين فحمد الله نوالسي ولودا لود آتيناه وانسيني حكما نبي النمو حكمة ونبي النمو ايو علما أقوان ايو فهمي ونجيناه حانو كان نبت قالي من القرية مقالة دي التي قرية كانت هي تعمل الخبائث حمانتي سويس وقرية سدومة إنهم يو كانوا حي هي قوم صائم حمان قلدت بأهاية فاسقين أو فاسقين هذا ماشي بحرميت بقى اللي ربط بقى ماشي تعالى ساسي ورئيس واحدة من كرامات شنو وادخلنا هو أنقل إن لوط في رحمتنا رحمة يضع نبي بان كدق نبا جندو قلي أو نبي بوي هاي إنه لوط من الصالحين أبو كمديه والنوح واذكر حسن نوح النوح إذ وقت النداء والنواقي من قبل هر قبل إبراهيم يرنواقي فاستجبنا له وانو أجيبني فنجيناه وان كان مدقليني يو أهله غير كيسي من الكرب ملوكة العظيم أوينيد ونسبناه وان أغقر قارني من القوم قومكي الذين قومكي كذبوا بين بآياتنا آياتها يقبيني إنهم يو كانوا حي قوم الصوء الحمان قلدت بأهاية فأغرقناهم وحنكوها لأنه كما شاين قبي قد به بيوه أجمعين دمانتون نبي الله النوح أول النبي أرسل إلى الشرك بوها وكان شاينه مركا مركو كحالواي سقال بغل إيا كونتون يداعيها قبل الوحي أفرتين شركة صغار أنبياد إنت بل أفرتين بها الوحي هذا سقال بغل إيا كونتون داعي بوها مركو كحالواي بوها رب الله تذر على الأرض من الكافرين الديار إنك أنت ذرهم يضل عبادك ولا يدل فاجن كفارة وهباري مركب هبارك والله إن السجال بقول كتر من تداعيها ليه بلون الدنيا بيكر صار هاي ليه ذا سنانا وحياه بعد الطوفان بنولا نبي الله نور برك السدا سوا قصدي سو فلات كذا وكان سومر ري وذكر حسن نوح النبي الله نوح حس إذ وقت النداء والدواقع من قبل هر قبل إبراهيم والدواقع أو إله قالنا الدم يجرو إيجا جرجالين فانتصر أو إيجا جرجالي فسجبنا له وان أقبل الله فنجيناه وحن كنا بدقل إن يوأهله غير كي راعي من الكرب ملوكة العظيمة وينه سلام كم إذا إسلامه يسي يويلو دالي لبدا سهل أكسميه ويقول كسورة هود وكل لقى قصة ضيع ورنا صور رعبوني
buurta saafooli go'o hormaanta buuri waxa ay maysan marka uu arko marka dambe alla waydiinay alla ileen u balan qaaday inuu ehelkiisa nabad galiyaa ila wiilku ehelkaygii buu kamid ah inuu leeyso minaalika yaani ahlkaaga fiican kamid ma ahaway murugsa laga nabad galiyayna waa qabqinta la qabqiyay qoladii diiday isaga wanaasarnahu wan uga gargaaray meen qowmi qoomkii alladiin qoomkii ka dabuu beeray baayatina ayadaha ayaga beeniyay innahum iyagu kuwaasi kaanu waxay qowma soo xumaan qoomkeed ba ahayn faqriqnaahum biyan ku maashaynay ajma'ina dhamaantood qishooyinka waxa la inoo soo hordhigayo oo nabigu inoo soo gaarsiiyay inaan ku cibro qaadano oo cid kasta oo dambi samaysa in ciqaab diyaar u tahay saasaa la inoo soo hordhigay wadaawuda wadkur xusaawuda iyo suleyman wiilkiisi id waqti yahkumaan ay xukumeen fil xarfi beer id nafashad waqtigay miratay mirta ma taqaan fihi dhexdiisa qanamu lqowm inaman adhigood wakunna waxaanu ahayn buu alla yidhi lixukmihim xukumkood shaahidiina kuwa siday labada nabi wuxuu xukumeen fafahamnaha qadiyadii waxaan fahamsiinay suleymaana wakulla labadoodaba ataynaa waan siinay xukman xukumaa siinay iyo cilman wasakharnaa waan sahalay waan socodsiinay oo waan sahalay maca daawuuda daawuud ajibaala buuraha yusabbixna xaalay tasbiixsanayaan wadayra maca dayra shimbiraha mucooda wakunnaa waxaanu faaciliina kuwa sidaa yeelay baan ahay qadiyaa dhacday adhi baa habeen intuu guuray beer cinaba oo midhihii ka baxeen oo bislaatay iyo habeennimo martay waxaa loo keenay nebi daawuud baa la isula yimid marka dee suleymaanna waa wiilkiisii albaabka dadka dacwoonaya ay ka baxaan buu istaagay nebi daawuud wuxuu ku xukumay adhigii in qoladii la siiyo beerta lahayd uu ku xukumay adhigii in qoladii beertii lahayd la siiyo u xukumay wuxuu yidhi suleymaan maxay ku xukumay sida soo noqdo yaa nabi ilaahay xukunka si kala jirto adhigii wuxuu gacanta u geliyay nimankii beerta lahaa kuwii adhiga lahaana beertii buu ka shaqeeyay adhiga marka intaa waa midhihii idinka baaqday adhiga nafcigiisa iyo caanihiisa iska haysta buu ku yiri kuwana beertii markay beertii sidii uu adhigu ku daaqay ay noqotay oy midhaysatay yuu kala wareejiyo qolaba waxoodii yuu gacanta ka geli saasuu ku xukumay marka fadli uu ka fadli badan yahay ma aha ee waxa weeye xukunkaa sida alla u faafsiiyey qadiyo kalena way dhacday oo suleymaan iyo daa'uud ah waa xadiis qadiyadaasi laba gabdhood oo kala yar oo laba wiil wataa yaa midba halkala tegay wiilashii mid waliba waxay tiri kaagii buu la tegay kaagii buu la tegay nabi daa'uud bay isula yimaadeen wuxuu u xukumay kii weyneyd buu u xukumay oo shuu ka afmay shaarsanayd suleymaan baa yidhi kaalaya muxuu idiinay sidaa mindii ii keenu waa idin kala jeexi mindii ii keenu waa idin kala jeexi tii yarayd baa tiri iyadaa leh isaga daa waa in la xarisad soomaa bas tii yarayd buu xukumay qadiyadaasna way jirta wadkur xus daawuuda daawuud iyo suleymaana id waqti yaxkumaan ay xukumeen fil xarsi beertii idna fashad maqtigay habeen miratay fiihi dhexdiisa qanabul qowmi niman adhigood hebelkana waa maalintii xooluhu markay daaqaan nafashkuna waa habeenkii markay daaqaan way miratay way markay af soomaaliga waa sidaa kunna waxaanu la xukumay xukunkooda shaahidiina kuwa arko oo og fafahamna waan fahamsiinay suleymaana qadiyadii wa kulla dhammaan ataynaa waan siinay xukman xukmi oo nabinimo iyo cilman wasakharnaa waan sakhiray maca daawuuda aljibaala buuraha markuu agmaray tasbiixdiisa maqlaan yay buuruhu la tasbiixsan jireen oo la jiibin jireen iyo shimbiruhu cod qurux wuxuu ka qabo nabi ilaahi daawuud maca daawuuda aljibaala buurihi waan u sakhiray yusabbixna way tasbiixsan wadayra isagay la tasbiixsan wakunnaa waxaanu faacilin kuwii sidaa yeelay nabiy ilaahi maxamed iyo saxaaba la socotaa habeen abu muuse alashcari alyamani oo qur-aan akhriyaya yuu agmaray oo dhegaysa wuu dhegaystay laqad ucdiya mazaamiira min mazaamiiri aali daawuud buuri cod qureexiisa siduu u akhriyayay markii loo sheegay buu yaa rasuul allah haddaan ogahay laxabartu laka taxbiira sidaa waaba kasii qurxin lahaa buuri haddaan ku ogahay marka nabiyulaahi daawuud axadka ugu cod quruxsan buu ahaa markuu marka meel marayo buuraha iyo shimbiraha yaa la tasbixsanayo la dhawaaqayo la jiibinayo weyn wacalamnaahu daawuud waxaan baray sancata labuusin dharka la xidho libaaska la xidho sancadiisa lakum idinka dartiin baan u baray lituxsinakum inuu idinka min ba'sikum dhibkiina hubka inuu idinka ilaaliyo faalantum idinku shaakiruuna ma ku shukriyaysaa wa'alannaa lahu alxadiida
برتي بالوش العي نبي الله داود وقدر في سردي تحو سما يسوسوس بالين وهنا يرينن قطب كأدح قلنا شهنا وينين قدر في سردي قياس بالين بركة نبي الله واللباس كعربته وحيوته كان الدرع درع الوح دونها كسم يسنا ذي درع بركة والدرع برع بركة وروحه أهاسي إيش هاي ستو سيدا نسوا ذا يستوي سمي بركة دمالي قدر في سردي كلا شرشرو وحيس السبسلان وشلعسر كدق بالين مركة صنع ذا النبي داود وصنع ذا برته وياه هذا ما لقيا به نسوا ماله أو بير سماينا يا وح كلا الله أركسور قال متى نبي داود بابرته كشقي أو بيرته وحي وافر سما في عن هو ناكسن إن بيرته لقى شقيه أو صنع فر سما ذا جعنته لبرته أو ضدك الله وعي بينه وهو هذا في عون نبي داود بسمييه سياسوك وعلمنا وحمر داود صنع طلبوسن دروع ذا سماين تانا لكم إذن كدرتين بان أبري لتحسينكم إنو إذن كيلا لي الدرع من باسكم خبك إنو إذن كيلا لي باسكا أو تسقدك تان فعلتم شاكرون ما شكريه سان ضدك يوم ولسليمان سليمان نوحان سالي الريح الضبيشين عاصفة حالة حب بضنتهي تجري أي كس عنصي بأمره إساق أمر كيسون حيث أصاب ما يشهر ربهم بي أقالي إلى الأرض أرضنا يعني بأمره بيكسعون إلى الأرض بيسعون الله تي أرضه باركنا عن بركين فيها دحدة وأرض الشام وكنا وحانوهم بكل شيء شيء لكل عالمين النبي الله سليمان وحلو سهل الدبايشا مرك الشام ويسل لقيسو أدونك روح حكما أفر من يا أدونك حكمتين لبا مسلم تاي لبا نقالة تاي لبا مسلم كواد القرنين يا نبي الله سليمان حاكمين بهن وكي يمن يميد قبل يمن بغردو أهي وكي أفقن بيه صورة عدي مركي دمه قصة دي الليالي سورة النمر وكي صورة عدي مركي وحال يري انت سنكا وحوال بالسمين وحقيدا وحين وصرير ويين وضدك ونقاد إساق إيو فرديه سيئو ضدك الله سعودة يالا سمين ضدك وصرير تافولي طبعا شاقادي سواحوها شهر عرابيها دوها بل مركي عرابيها دو بل بل مدهي وغدوها أنا شهر كل هذا نبلوي مركو كي ما دده والشام كسوقع إسطنبول بتجي هالكاس بتجي مالك بله أصيدا أتجوي مركو أصيدا سوقله إلهي ساس أقص خيري نبي الله سليمان ولسليمان سليمان نوحان أقص خيري أريح الضبيشة عاصفة حالي حوق بدنتاي تجري ويسعون بأمر أمر كيس كسعون إلى الأرض بأسعون إسقاط فرشان ضبيشي الله في أرضه دي باركنا في أمبركين وشام وماشي أكبر واقيسن أدونك وكنا وحانو نهي بكل شيء عالمين وحو البوان أغنهي دبايش هاي يسيدي أتصرف هايسو الله هو أن أغنهي يقول لي أنا أتصرف سيني ومن الشياطيني شيء لا مهنا وحان أغسخ الرأي من يقصون قلي يبده له إساق الدرتي ويعملون عمل أشقين عملا عمل بدون لا كانهين وكنا اللهم وحانو يحافظين كويلة ليشهدين تاه وان الى لين انه نف فلاغوبي كراي ما جيرو كيف فلاغوبي عقابه او تعالى احد فلاغوبي كراي ما جيرو شنكر وح ولبا وي شقينيا تماثيل بي شقينيا خيريي بي سمينيا دربغي بي سمينيا معدنتي بي دولكا كسوبخينيا اي دخغلي اي بدا كسوبخيت او ميل ولبا ككينيا سهم بي غليا وا سداسو كلو بركا وخا لغا يابا قليا يدي تلفيشن اني سمييه تلفيشن الى النبي سليمان دولكو حكومه سوما meelo ka daawado oo uu ka fiirsado in sameeyo basuurgal dad baayeen wamina shayadeena shaydaamahana waxa uga sahlay Sulaymaan man dad yaqulsuuna dhaxgala lahu isaga dirti badaw dhaxgalo macdanta iyo jawharta uga soo saara way amaluna way amal falayaan amalan amal oo duuna dalika ka arahay min mahadib wa tabasil wa jifani kal jawab qudur arrasiyat wa wahi samaynayeen وكنا وحنا نهيب لهم إلى حافظين قو إلى ليان نهيب وحافظين يعني وحمة بإنكران وأيوب أيوب نبل حس إذا وقت نادى ربه ربي يقول له واقع أوجري أني أنا كما صني الضر لبع التابتي وأنت أذقون الله أرحم الراحمين كو أنا حريص لما أتكح الرحمة بنتاي فسجبنا له وأن أقبل لي فكشفنا وأن في دماء به وحي كسرنا أو من ذر لبع وأتينا واسين أهله غير كيسين يوم مثلهم يجوا كلام معهم معاذ رحمة الرحمة ارتدوا من عندنا حاجة يا كاهتي يوم ذكرى وانين للعبدين كوا لا عبد الجواني ولا تصالينين
ودتك ألا عابد إنه ألا أقر جاريا دتك ألا عابد نبي الله أيوب وحنين حول بدن أو بير بدن وجديد فر بدن له أو عرور فر بدن له بوها الله هو امتحانه أنت ولا قد ما يو ولا قد بابي فركاسنا جد كيسي وجوسان باقلك حبنيه صورنا عرب كي قلبي جموع يجوسان باقلك سير للي هاي إلى مركدت في صاحبة كل ويكورة تجاه دبعت هذا وحكوتش لصدح سنة أفرت أروح أن تمرنني وحكوتش قبل دي خادمة دي ساهل إحاس كي ساهل بقى صاهرة مركين تيرها أصوا شقي سي يوكين يصيرتي ما لبى وحي يوكين تي وحال صح هاي راسيك على أي كصاه سي تم هذه بيساق قدي وما لين يوكين تي وحرب مرك واقع كل دارته إلى كجراء مركي دم بيقول كل بتيجي كهذا مختصر بارد وشراب الليل إن تقول قادو فضرب به ولا تحنس وككل فلا يرجع بدي سيدات هذه لنأول بكل رسالة كجراعي بركة سيدات سكر واحد وأيوب وذكر أيوب حس إذ وقت النداء أود واقفه ربي أو يري أني أنا كما صني وحاي تابت أضر نبى تابتي وأنت هذا يقول أرحم الراحمين أكون حريص صدم بدكن حريص بدن تاني دم كتابتي وحوي عروتي يحاله يوحد بالقدر ما يصير كيسين جوسان بالقدر فسجبنا له وان أقبلي فكشفنا وان كفينا ما به وحكسنا من ضرنا وآتيناه واسين أهله فيركي كبابي وارسونا لهم قولي وحيدا فيركي كبابي جنة دي كوغل ياري كوا كلاله قسين لكن وحي أبضت والوشونا لهم يو مثلهم يقو كلا لما الله بقوت ومعهم كوا لكنا رحمة لأجل الرحمة ومن عندنا حق يكاهات يو ذكرى وان للعالمين ذكرى وان للعابدين إنه قال لنا واننا marka tawassulka marka la yiraahdo wa kaan hore u sheegnay dhibaatooyinka ku haysta waad ku tawassuli kartaa dhibaatooyinka ku haysta ilaahay oo waa dibbanahay sida ino soo socotay yunus isaguna dambigiisa oo qirtay uu ku tawassulay waad ku tawassuli kartaa daacada adigu aad alle dirti ula timin ilaahay dartaa baan u tukaday baad ku tawassuli ku tawassuli asmaul husna waad ku tawassuli dadka saalixiinta wanaagsan ee marka kula jooga yaad ku tawassuli abbas waan hadda ku tawassulayna abbas lagu maqlaya gacmuhu abbas taage waa la waraabay laakin nin maqan oo kula joogin ama dhintay lagu tawassuli karo abadan mamnuu waa wa ismaaciil ismaaciil nahus iyo idriisa iyo wadal kifli kullun dhamaan mina sabireen kuwa sabray bay kamid ahay oo u adkaystay wa xallahum wa galina fi rahmatina rahmat ayadu anbiyaan ka dhignay innahum yawm min as-salihin dadka fiican iyo kamid ahay marka ismaaciil iyo idriis la isku ma khilaafsana inay anbiya ahaayeen dal kifli qolaydi ahad saalix u ahaayo nifiican oo dadka maamul jiray oo wanaagsanaa ya markii aakhir uu noqdo inuu dhinta ku dhawaaday yuri waxaan ku rayn lahaa in iga kafaala qaado dadka sidaan u maamulo oo inta jooga la ii keeno dal kifli baa loo keenay marka uu ogaaday sidii uu maamuliyo caadilnimada balka dal kifli waxa loo ogaa kafaala qaada way علماء سيدالي لكن ما كان بيانا لقودنا ما قبطي وادخلنا في الرحمة لا لين والنبي وي اسكقر النبي وي وإسماعيل إسماعيل نحس إلى إبراهيم إيو إدريس أو نوح كهر إيو ذا الكفل النبي ذا الكفل ليلا أموشي أمورتي لو تلساري كفالة قاضي كل من الصابرين بيها كوا صبرة ودباتها ذا كو صبرة والدعوة ذا كو صبرة يأهين وادخلناهم وقلنا في رحمتنا رحمة أيها الأنبياء كدقنا جندان قلنا إنهم يوم من الصالحين الصالحين كم ذاهي وذنوني واذكر حزنوني نونك نونك وكلونك كي يصاحبك إذ وقت الذهاب وتجي مخاضبا لسوق عليسا فظنوا في أملي أن حال يسالي لن نقدر إن أن الحريرين عليه تشيس إن أن كرين معها قدرك وحال إلى قطر رزق وكل إلى حرير بالليل inuna karini macaqideen inaan alla kari karin oo qaban karin macaqideen wuxuu u maleeyay inaan xiriiriyeen calee dushiis fanaada uu dhawaaqifay dulumaati mugdiyalka dhaxdooda wuxuu yidhi alla an shaani la ilaha illa majr haqluna illa anta aliga muhiim subhanaka alawna zahnati inni anugu kuntu waxaan kamidahay minad zalimiina zalimiin tan kamidahay fasajabna lahu wan aqballay wana jibna wana jeena waxaan ka nabad gelinay min alghammi murugti oo galay debada dhexdeeda oo galay oo kadaalka sidaas aan nunji u nabad gelinna al mu'miniina mu'minina nabiyilah yunus dannu waxa lagu bixiyaa kaloonkay liqay
meesha niina waalayda qaryada niina waalayda mawsil akseeda yaa umad fara badan oo joogti ba loo dilay marka dhibaato kala kulmay wuxuu la cadaab ba idin ku dhici doona saddex maalmood kadib isla waa taga uu calooday uu xanaaqay doon buu fuulay bad ah doontii ba uu xogay bad ku kacdo culays ba laga dareemay waxa lay doonta anin ka tuuro waa la qori tuuray isagay ku dhacday suuratu safad waad garan isagay ku dhacday markaas ay kuma tuureen hadana markan saddex goor mid walba soo baxday isagu intuu isaa isugu tuuray bahrul akhdar kalluun ka yimid oo weyn baa laqay kalluunka waxa amar lagu siiyay laf ma jabin kartid hilib ma xan garuufan kartid adiga risqigaagi ma aha calooshiis yuu joogaa markii badda hooseeda uu la galay iyo wuxuu maqlay tasbiixdii xawayaanka ku jira badda iyo quruurixii ku jiray iyo sibiixdii maqlay markaas uu isla tasbiixsaday malaa'ikta alla ku tiri qowl hadal daciif oo meel hoose ka iman yaanu maqlayna markaas su'aalayna waa doonka yunus aha فنبذناه بالعراء وهو سقيم فبتنا عليه شجرة من يقدين بدا صار لوغ سو توري قر كده جيت كان ليداه يقدين كا وقراها جيد وي يا لغد بخي هوس اهان عاننا ميشا تا لو عبسي سدا سو اها marka dulumaadkani waa saddex dulumaad dulumaadki kalunka dulmigi kalunka ya dulmigi badda ya dulmigi habeenka saddexdaas isugu darmatay meesha ay ku jeen markii dawaaki badda lagu soo tooray isna wuxuu ku tawasulay ayuu muxuu ku tawassulay dhibaatadii ay shaatay waa lagu tawassulay isla muxuu ku tawassulay dambigiisii buu qirtay oo dambiga go'd xirata Allah waa lagu bariya dannun waxa lagu bixiyay nuunka luqada carabta waxa weeye nuunku waa kaluunka nuun la yiraahdo nuun dannun wadkur xusdan nuuni nuunka kiyu saaxiibka ahaa id waqti dahab uu tagay muqaddiban isagoo cadeysan oo xanaaqsan oo fadanna uu u maleeyay alla naqdiray inaanan ciriiriyeyna calayhi dushiisa inaanan karaynin ma aha فنادوا ودواك في ظلمات مجديالك صدحها لا إله إلا حق لغو عبدا مجر إلا أنت ذيك مويه سبحانك قال له نزهنتهي إني أنقل كنت وحانه من الظالمين ما كمضاه فاستجبنا له وان أقبلي ونجيناه وان كان بدقل من الظم مركتي ومجدقي وكتلي فنبذناه بالعراء وهسقيم وأبتنا عليه شجرة ميقدين وكذلك ثلاثان ننجي أن بدقلنا المؤمنين والزكريا نبي الله زكريا نحس إذ وقت النداء ربه ربك يقول نواقي أقول يدي ربي ربك يقول لا تذرني هايقي لفدا نين مضيعة أو قبلنا هايقي لي وأنت هذيونا خير الوارثين وحالا وحي وحنا حالا ونباتك خير بدنتها لأنه هو إنه سنح الله ألا مركوا وارث الخلق خلق ونبو نحل وكدن بيننا فتجبنا له وان أقبلي ووهبنا وانسين له سنة يحيا وأصلحنا وانوهقا جيني walo caafimaadiyay lahu isaga zawjahu haaskiisi inahum iyagu dadkaasi zakariya aadmuurtiisi iyo dadkiisi haweenkiisu kaanu waxa ay saaricuna kuwa u degdega fil khayraati baadi khayraatka sabayntiisi wayadcuunana wayna bariyaan raqaban qudarrayn iyo rajo ay khayr rajaynayaan iyo warahaban cabsi wakaanu waxa ay ahay lana anay khaasicina kuwa noo qososan nabiyullaahi zakariya iyo maryama bintu imraan waa tan inagu soo socotee والسكوت دبشيغا سورة آل عمران سورة مريم هي سورة دان والسكوت دبشيغا حديد بدن باكر لحيو زكريا واكيد كفالة قادي مريم كفالة قادي هبريت تير نحاس كي سيهاي مدك هلا أمور تن زكريا يو مريم هو عجيب نين أضايه يانكي كرنا ما دايه اللي فيه سير ضعيفين ولي قلال يا قبر يدنا مدى ليس وهدنا هبره قبه وذي هدنا المدالي وعجيب وي marka ciisana way ciisa ka sii cajab badan abala aan ku dhashay waay wal kun xusakariya zakariya xus idu waqtina daar rabbahu rabbigi u dhawaaqay oo muxuu yidhi rabbi rabbigayo la tadarni ha iga yeeli fardan nin madix oo wax weelahaysanin suuratu maryam waa kan soo dhaafnay waanta adigu khayrul waarisina kuwa wax dhaxlo dhamaad ka qayb badan tahayoo dadkan iswada dhaxlaya adiga waariska u dambeeya khalqigu dhaxlaya الباقي هو أدنى فاستجبنا له والأجيبنا ووهبنا له حانسينا يحيا وأصلحنا وحانوها قاجلنا يسلوه سيقى زوجه قبرنا يهبرتها إذا عجوزة ما قبرنا اللي لقلنا قاي وحيابه اللي قلنا لها أسبابته اللي قلنا لها يقول له سوء علي وان إصلاح النووي إنهم يبضت كاسي زكريا يبضت كاللتشو قاي كانوا وحاياها يسارعون كوة ودقدقة في الخيرات يعبادة دي الضاحظة ويدعوننا وينبريا جيرين رغبا خجين أي خير خجين يعني
يوذابا عبسي أي عقابك عبسانيا سيدات شاء الله ربا إن تدكو كنو الأرض وإن أدألنا في الجيسو أوذن كقوسن إسلام مركان أد عبسته مركان عبسته وحي كوفر إن هذا حمان في سمعيني مركان خير في الجيسان إن هذا خمناك يسمعيسو وكانوا وحي لنا خاشعين كونا خصوصا والله تي قبلنا بالحس أحسنت إلى لسي فرجها فرج جيد إلى لسي فنفخنا وانكو أفوفنا فيها نحن من روحنا الروح الذي نحريس بانكو أبوري وجعلناها إيدي وحكي وابنها ويلكيد آية معجزة للعالمين خلقها قبلناها أحسنت فرجها فرج وحوي حبنتها لقاح شو دوي عرب قال لكم مرفته أحسنت فرجها حرام يا حلال بين لبدا بك إلى لسي الله روح ديس أنت ملك جبريل لا صادري يا في درع جيبها يا لو أفوفي مركاسو وحبنت هذه ترك يوجل وين ورئيسه سده وين كون دلان مرك ماشان آه هذا اللقاء هذا مرك لنا وابنها آية ثانية بين الله يدي ويل كذي لبا آية ذا مرك يقول إيش كده ربع آية ذا مدو اللي بقولي دي سآية ذا معها إيش كده كوضع آية والله تيجي قبل هنا بالحس أحسنت إلى لسي حرام يا حلال با فرجها فرج جدي فنفخنا وانقفوا فينا فيها نحن هذا مشروح إلى الروح ضيعنا بلك جبريل بلوسي ديني وجعلناها وحنكية لمريم وابنها ويلكي آية معجزة للعالمين خلقها وأي خلقه كعبر قاتان الله إن قدر لدي السوى الماء أبي هو يلعب أبوري وآدم أبا العنب أبوري وعيسى هو يلعب أبوري وحايو حايو هو يملهين لا قدر لدي سيدة إرادة سنة الله سبحانه وتعالى.